هذا حديث جابر بن سمرة وهو في الصحيح، وغيرها من الأحاديث وردت بمعناها، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ منها. هذا الحديث نص على لزوم الوضوء من لحوم الإبل. وأما ما جاء في نسخ الوضوء مما دخل وبقاء الوضوء مما خرج، فنقول إن هذا النسخ بقي على إطلاقه، وبقي لحوم الإبل مستثنى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث خير من الوضوء من لحم الغنم ولم يلزم به. ولذا فإن من مفردات مذهب الإمام أحمد عن المشهور عن الثلاثة رحمة الله على الجميع أنه يجب الوضوء من أكل لحم الجزور وهو الإبل. ولذلك فإن عددا من المحققين رجعوا إلى هذا الحديث وإن خالف مذهب إمامهم، ومنهم الماوردي والبغوي والنووي، فكل هؤلاء الثلاثة لما ذكروا هذه المسألة قالوا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأوا من لحوم الإبل، وقد قال الشافعي إذا صح الحديث وهو مذهبي. فمذهب الشافعي وإن لم يكن منصوصا عند المتقدمين من أصحابه، فمذهب الشافعي أو وجه في قول مذهب الشافعي أنه يجب الوضوء من أكل لحم الجزور.